السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي وكل أصحابي. النهاردة هنتعلم نرسم رسمة جديدة مع بعض إن شاء الله تعجبكم. بس الأول حابة أوريكم رسمة تانية. دي رسمة السحابة الكيوت، كنت عاملاها قبل كده معاكم. لو عجبتكم وحبيتوا تشوفوا الفيديو بتاعها هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف تحت. يلا نبدأ رسمة النهاردة.